مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة دريم، ويا رب دايما تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. النهاردة نتكلم على ظاهرة منتشرة جدا وبينا نشوفها كمان في الأطفال، وهو موضوع السمنة. السمنة مش بس مظهر شكل بس أو مظهر جمالي، ولكن هي بتأثر على جميع أعضاء الجسم، وكمان بتسبب أمراض كتيرة جدا، منها لا قدر الله العقم، ومنها سرطان الثدي، ومنها كمان ارتفاع ضغط الدم، أمراض كتير إحنا في غنى عنها. النهاردة هنتكلم عن طرق جديدة في التخسيس وبدون أي عمليات جراحية مع ضيفتي اللي بتشرفني النهاردة في الاستوديو، دكتورة واندا شوقي، استشاري علاج السمنة والعلاج الطبيعي، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، عضو الجمعية الأوروبية لعلاج السمنة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ إزيك ياسمين؟ الحمد لله. الحمد لله. يمكن بداية السمنة هنلاقي دلوقتي يمكن أكتر الناس بتعاني، يعني مثلا في واحدة تروح لدكتورة أو بتروح لدكتور بتلاقي إن هي عندها مشاكل في موضوع الإنجاب بسبب تكيس على المبيض، وده بيرجع للسمنة. يعني السمنة بقت حوار يمكن كل يوم إحنا بنتكلمه، ممكن مع صاحبتنا، ممكن بنتكلم عن طرق تخسيس سواء دايت أو يعني بيبقى فيه حاجات كتير. السمنة بقى نفسها إيه مفهومها؟ يعني هو مفهوم السمنة بشكل بسيط جدا عشان المشاهدين يعرفوا إنه هو تراكم دهون على أجزاء الجسم، هي ما بتبقى سمنة كلية أو سمنة موضعية. لكن أسباب السمنة بقى نفسها يا دكتور بتكون أسباب وراثية ولا بتبقى نسبتها إيه؟ أسباب السمنة يعني أول حاجة العادات الغذائية مش مستحبة، يعني الإفراط في الطعام، دي حاجتين مهمين جدا احنا ما حدش بياخد منها. زائد بيبقى في جانب جيني، جينات وراثيه، زائد ان هو يعني المجهود، يعني لو نلخص السمنه كده هي المجهود الداخل، الطاقه الداخله ماينس الطاقه الخارجه. طبعا خلاص، فالطاقه الداخله اللي هي بتمثل في الاغذيه والاطعمه اللي احنا بناكلها، بناكلها الطاقه الخارجه هي المجهود اللي احنا بنعمله كل يوم. طيب عامه مثلا لو في حد عنده في العيله موضوع السمنه، هل من البدايه ممكن ان انا الحق الطفل بدل ما هو يبقى عنده برضو السمنه المفرطه، يعني لازم يكون الطفل عنده سمنه، ولا انا ممكن الحقه بنظام غذائي من اول ما هو يبتدي ياكل اكل طبيعي، ابتدي الحقه بنظام غذائي ان انا عارفه ان انا عندي سمنه او في العيله نفسها عندي سمنه، ممكن اعمل ده؟ هي الخلايا الدهنية بتبتدي تتكون من الصغر، يعني لفترة لغاية سن 7 أو 8 سنين. فأنت لما الأم بتعود الطفل على الطعام اللي هو المهدرج والزيوت والمحمر والنشويات والحلويات والشوكولاتات بشكل مفرط، فبيطلع الطفل واخد عنده عادة غذائية ان هو ياكل الحاجات دي، بتسبب له نوع من الإدمان. طبعا فده بتكون يعني تكوين الخلايا الدهنية دي في الصغر، يعني هو بيطلع خلايا دهنية تكونت بالشكل ده وبيبقى مريض سمنة في المستقبل. طبعا يعني اي ام دلوقتي نصيحة لكل ام ان هي يعني تاخد بالها من نوعية اكل الاطفال عندها، هي تنتقي الاكلات الصحية مش الحلويات والحاجات المقليات، هما اكيد يعني برضو كطفل والمعلبات محتاجها، بس يعني ممكن تعملوا نسبة، يعني مش بطريقة بشكل عشوائي. في دلوقتي حلويات وحاجات بتبقى هيلثي، ما هياش مهدرجة، ما هياش مبالغة فيها. طب يعني برضو الصحة العامة، يعني موضوع طبعا الإنجاب بقى دلوقتي نسمع، يمكن الموضوع ده ما كناش نعرفه زمان، إن الجسم برضو بيتأثر. يعني زي ما كنت بقول يمكن في أول الحلقة يا دكتور، كنت بقول إن في ناس بيبقى عندهم مشكلة في الإنجاب فالدكتور بينصحهم ننزل في الوزن، قد إيه بيأثر الموضوع ده؟ يعني الخلايا الدهنية وتجمع الخلايا الدهنية عن طريق السمنة والسمنة الموضعية بالذات دي بتأثر على المبايض، مبيضين، فبتعمل حاجة اسمها تكيس المبيض. احنا معنا صورة برضو ممكن نشوفها مع بعض. تكيس المبيض، هاي الصورة معنا، الصورة هنا، الصورة دي أضرار السمنة، بتتكلم على أضرار السمنة زي كسور القلب والعقم والاكتئاب وارتفاع الكوليسترول، حصوات المرارة، الارتجاع المعوي، السكر والضغط طبعا. يعني مش حاجة بسيطة، كرشة النفس أثناء النوم، وأبسط حاجة أو من حاجة الأوائل اللي يعني الحاجات الأولى اللي بتسببها السمنة هي ألم المفاصل وخشونة المفاصل.
طبعا. طيب يمكن احنا سمعنا عن مركز A1 بيقدم خدمات في التخسيس، وخصوصا ان هي مش عمليات جراحية، فايه ايه الخدمات اللي بيقدمها المركز؟ يعني كل يوم في موضوع السمنة ده في جديد، يعني لأهميته زي ما انت شايف. فالمركز حريص ان هو يجيب التقنيات الحديثة والأجهزة الحديثة في علاج السمنة، وبالأخص السمنة الموضعية. الأول كنا يعني السمنة الموضعية دي عشان برضو نعرفها الناس، ان ممكن يبقى دكتور حد وزنه كويس ولكن بيعاني من مشاكل مثلا في مناطق معينة. السمنة الموضعية دي تراكم الدهون على منطقة معينة في الجسم، زي مثلا البطن، الأرداف. طب الشعب المصري يعني كلنا عندنا المشاكل دي. فده علاجها بيكون ايه؟ دوت علاجها ان احنا في عندنا جهاز التريماكس، وأجهزة تانية كتير يعني زي الكافيتيشن، زي الكرايوثيرابي، زي الأوزون. المركز بيعمل كومباينيشن بتوين الأجهزة ديت، تجانس لمصلحة المريض. يعني المريض، إن كل مريض على حسب المريض جسمه وعلى حسب يحتاج لإيه، بنعمل له الفحص اللازم، فحص طبي دقيق، تحاليل طبية، بنحط إيدينا على سبب السمنة، على عاداته، على طريقة أكله، المجهود اللي بيعمله اليومي. كل دوت إن إحنا بندعمه وبنصححه له، بجانب ممكن بنقدم له توجيهات وإرشادات بسيطة كده إن هو يقدر يتبعها في نظام غذائي بسيط جدا. يبقى حاجة بسيطة يعني. أيوة، لأن إحنا ما ينفعش إن إحنا نعالج سمنة موضعية ونسيبه على العادات السيئة. أكيد، لأنه هيرجع تاني. لا، عشان صحته. عشان صحته. بالظبط. دي جانب، حتى لو محتاج هو دعم نفسي احنا بندعمه نفسيا، لان دايما مريض السمنه المفرطه بالذات يبقى بيحتاج دعم نفسي. اكيد. بالنسبه للجهاز التريماكس والكافيتيشن والكلام دي اجهزه الجديد فيها ان هي اولا هي بدون الم، بدون جراحه، بتطبق على المنطقة اللي احنا عايزين نخسسها، تجيب نتائج فورية. طب يمكن يا دكتور احنا يعني يمكن سمعنا عن الميزوثيرابي، يعني اكترنا عارفين عنه، لكن الكافيتيشن يمكن انا من اول الناس اللي اول مرة اسمع عنه، فعايزين نعرف الناس الجهاز ده لوحده بيعمل ايه بالظبط. الميزوثيرابي دي عبارة عن حقن للخلية الدهنية تحت الجلد، بسرنجات ضعيفة كده زي رفيعة خالص زي الأنسولين. ده الميزوثيرابي. الكافيتيشن دي هي تقنية بقالة فترة موجودة الجهاز دوت، بس الجديد عندنا ان احنا الجهاز دوت يعني التقنية والقوة بتاعته زادت لتقريبا 20 ضعف عن الأجهزة القديمة. يعني بقاله فترة كبيرة، 5 سنين تقريبا. الكرايو مثلا، الناس الجديد الكرايو تاني. لكن الكافيتيشن بقاله فتره، بس الجديد عندنا ان هو التقنيه بتاعته زادت القوه، قوه الموجات الصوتيه زادت، بحيث ان هي تخترق الخليه الدهنيه الديب اللي هي العميقه. كان الاول الجهاز بيتعامل مع الخلايا السطحيه، لكن دلوقتي احنا بنوصل للخليه الدهنيه الديب. طب هو بيفتت اوريدي الدهون، الدهون اللي بتتفتت دي بتنزل ولا بيبقى بنحتاج عمليه ولا بتبقى ايه؟ الموجات الصوتيه دي بتبتدي تفتت الدهون. وممكن احنا معانا فيديو نعرض الفيديو. الفيديو معانا هنا. زي ما احنا شايفين دي منطقه البطن، بنعمل الجهاز ده جهاز الكافيتيشن. بيبتدي الموجات توصل للخلايا الدهنيه العميقه، تبتدي تفتتها خالص، هتبتدي اهي تدوب خالص. مش كلها، بيبقى فيه برضو لسه بتسيب نسبه ولا لا؟ يعني انت مش كل الخلايا بنفتتها، يعني الجزء نسبة اللي احنا بنتعامل معاه. وبتفتتها، بتحولها لمواد بسيطه. الفيديو اللي بعديه هنشوف. هنا برضو الجهاز بنعمل ابلكيشن بالجهاز على البطن. برضو الموجات اهي نزلت للخلايا الدهنيه، بتبقى فيها بتصاحب الام او حاجه على لا لا، ما فيش ولا اي الام ولا اي اعراض جانبيه، الموضوع سيف خالص. طيب الجلسه يا دكتور بتنزل حوالي قد ايه؟ هو هنا معلش، هنا اهو ابتدت
حولنا الخلايا الدهنية لمواد بسيطة. دلوقتي بتمتص من خلال الجهاز الليمفاوي وبتخرج من الجسم طبيعي جدا عن طريق البول، عن طريق العرق، عن طريق الجهاز الإخراجي. اهي شوفي تحولت لحاجة ليكويد خالص يسهل الجسم امتصاصه. لا بقت بسيطة فعلا. وبالتالي الجلسة بقى بتنزل تقريبا يا دكتور من حوالي الجلسة على حسب طبعا كمية وحجم ونوع الدهون. فبتبقى من 7 لـ9 سنتي. اغلب وبتبقى فورية في الكبد. فورية فورية ده مهم يعني، يمكن في المنطقة الواحدة طبعا مش من الجسم، لان انت دي بتركز على منطقة يعني. مثلا ممكن منطقة الوسط، منطقة البطن، فبينزل في الجلسة بتشوف النتيجة يعني. هي بتقيس قبل الجلسة وبعد الجلسة. بتشوف نتيجة فورية. طيب الترهلات برضو، احنا لما بيبقى فيه سمنة والسمنة دي بتبتدي نمشي على نظام غذائي او ان احنا بنلجأ لأجهزة معينة، بيبقى فيه ترهلات، دي علاجة ايه يا دكتور؟ الترهلات دي عندنا في حاجة اسمها الـ Radio Frequency. Radio Frequency دي اللي بنسميها متعرف عليها الـ RF. دي برضو في عندنا فيديو لو تحبي تعرضي. ممكن نشوفه مع بعض. طيب هو بينزل ايه بقى؟ عبارة عن ايه؟ بيشد الترهلات؟ الـ RF دوت اهو معانا الفيديو دكتور. دي الـ RF. بعد عملية إذابة الدهون بنستخدم جهاز الـ RF دوت. دي ويفز او موجات بتخترق الخلايا الجلد وليس ومش الخلايا الدهنيه. بتعمل ليونه ومرونه للطبقه الخارجيه للجلد. بتحفز الكولاجين، انتاج الكولاجين. بتبقى على جلد يعني، مش موجهه. بتحفز انتاج الكولاجين وبالتالي بتحسن من الترهلات بشكل كبير طبعا. طيب دلوقتي يمكن الجديد في الموضوع الأوزون، يعني الأوزون نفسه يمكن بقى موضوع منتشر. الأوزون بقى أخباره إيه في موضوع التخسيس؟ يعني الأوزون ده هو ده حاجة جديدة، ف يعني هي تقنية ألمانية مش منتشرة كتير في مصر. لكن احنا عندنا المركز ابتدى يعمل كومباينيشن بين الأجهزة ديت والأوزون. الأوزون بيحفز الخلايا وبينشط الخلايا والأنسجة خلال الجسم كله. فبالتالي بنديله الغاز الأوزون بيتحول جوه الكابينة الأكسجين نشط، بيحفز الخلايا، بيعمل على تنشيط الحرق، حرق الدهون، حرق الدهون بالظبط. يعني انا عملية التمثيل الغذائي. يمكن موضوع الاوزون ده مش ناس كتير كانت تعرفه. كنا بنسمعه زمان ان ممكن الفنانين اكتر بيعملوا العلاج بالاكسجين والاوزون، يمكن دلوقتي انتشر بشكل كبير. الفنانين كانت بتعمله عشان البشره. لا البشره والكولاجين والرينكلز والتجاعيد والكلام ده. بس بالزبط. هو كمان الأوزون ليه فوائد كتيرة تانية. يعني يمكن يعني برضه احنا اتكلمنا في فقرات، لكن في موضوع التخسيس ده كان بالنسبة لنا يعني مش، ما كنتش اعرف ان موضوع الأوزون ممكن ينزل في الوزن. احنا معانا برضه صور عن الأجهزة بالعلاج بالأوزون للتخسيس، هنشوفها مع بعض يا دكتور. اهو معانا جهاز الأوزون. جهاز الأوزون عبارة عن كابينة، المريض بيخش او الشخص بيخش جوه الكابينة دي. بنبتدي من خلال الوحده اللي جنب الكابينه دي بندخل الغاز الاوزون والاكسجين والبخار الميه يعني مواد عطريه. هي بتقعد يعني الكابينه بتاخد وقت قد ايه يعني الجلسه نفسها؟ نص ساعه. ودي بتنزل في الوزن فوري برضو يعني؟ ممكن بتنزل في الوزن لان هي بتجدد اهو زي ما هنا اهو ال H2O وال O3 والاوزون والميه وبخار الميه. دي الابخره اللي بتبقى طالعه وانت جسمك كله متحط. دي الكابينه دي بتتقفل عليك. تمام. فبتبقى كل الحاجات دي بتطلع بتعمل ايه بقى؟ بتعمل تنشيط للخلايا، خلايا الجسم كلها بشكل عام. بتحفز الكولاجين عشان التجاعيد، بتضيع الالام، البين، اي الام في الجسم، اي الام في المفاصل.
فبتخلي يعني بتنزل في الوزن بشكل بتنزل لطيف وبتفيد كمان الجسم. بتنزل في الوزن عن طريق ان هي بتسرع التمثيل الغذائي. يعني انت لو سرعه الحرق عندك قليله وبتعملي دايت كتير ما بتنزليش في الوزن. ناكل شويه صغيره وبنعمل رياضه بس برده ما فيش نتيجه. انت لما بتخشي جهاز الاوزون دوت بينشط لك الخلايا، بينشط لك الغده، طبعا بينشط لك عمليه التمثيل الغذائي بشكل عام. فبتحرقي، يبتدي الجسم يحرق في الدهون. اكيد طبعا. طيب لو في برضو منطقه يعني مناطق دهون معينه ممكن تنزل يعني من الاول، مثلا في نظام غذائي معين، لو مثلا حد عنده مشكله في منطقه البطن يقدر ان هو مثلا، يعني بنسمع يمكن دايما نشرب ميه كتير، حاجات، هل في حاجه معينه انا اكلها او اشربها؟ يعني في مثلا مشروبات بتبقى زي الشاي الاخضر بنسمع عنها، بنسمع عن الجنزبيل مثلا، حاجات من العطار دي فعلا بتنزل دكتور في موضوع البطن ولا ملهاش علاقه؟ لا، هي الشاي الاخضر والجنزبيل والقرفه والبقدونس والكمون ساجدي. والكمون بالليمون، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده. هي دي يعني مواد طبيعيه بتعلي نسبه التمثيل الغذائي، يعني بنسميها مواد حارقه، لكنها لوحدها طبعا مش هتنزل. لكن هي كلها حاجه، يعني الشاي الاخضر دوت انتي اوكسيدنت طبعا، فده مفيد جدا للجسم. طيب الكرايا يا دكتور، يعني احنا اتكلمنا عن كافيتيشن، يمكن ده برضو كان من الاجهزه الجديده اللي سمعنا عنها، ايه الفرق ما بينه وبين الكرايو؟ الكرايو الكافيتيشن قلنا اذابه الدهون، الكرايو ثيرابي دوت عباره عن تجميد الدهون. احنا معانا برضو فيديو يا دكتور عن الكرايو، بنجمد الخليه الدهنيه. معانا الفيديو هنا، بنعمل شفط لعمليه بنسلكت الدهون، المنظر اللي احنا شفناه دوت. بيبتدي الويف تنزل على الخليه الدهنيه بس، عملت لها عمليه تجميد زي ما احنا شايفين وصغرت في الحجم جدا. دلوقتي بيحصل امتصاص للخلايا دي عن طريق الدم واخراجها عن طريق الجهاز الليمفاوي، برده في صوره العرق او البول وهكذا. هنا شكل اوضح ان هي اتجمدت اهي. طبعا مش كل الخلايا بتتجمد، يعني بتسلكت حاجات. اتجمدت وصغرت وبعد كده بتخرج عن طريق هنا الفيديو دوت. ده بقى الجهاز في الطبيعي من بره، يعني تطبيق الجهاز من بره، هو شكله كده يعمل عمليه شفط للخلايا الدهنيه، طبقه الجلد الحجم اللي بصي شايفاه قد ايه. وبنبتدي ان احنا الاشعه بتنزل على الخلايا. دلوقتي يمكن الاجهزه بقت، شوفي هي عامله كابينج للجلد بالدهون. لا، الموضوع بقى دلوقتي يمكن سهل جدا، يعني في جلسات دوت عامله كابينج عشان يعني يعني ملهاش اي تاثير على الاعضاء الداخليه خالص. احنا كل الشغل بيبقى على الخلايا الدهنيه فقط، لكن ملهاش اي تاثير. لا، ملهاش اي اضرار خالص، ولا في اي الم او اي اضرار جانبيه زي عمليات الشفط او الجراحه او فتره النقاهه اللي بعد العمليه. لا، انت بتقعدي في الجلسه بتسمعي ميوزك، تتفرجي على تلفزيون، وتروحي عادي خالص، مفيش اي حاجه، بس مجرد احمرار بسيط على الجلد بيروح بعد يبقى ممكن في كريم او حاجه بنعمل احنا قبل ما بتسيب المركز. بنعمل لها مساج وتقنيات معينه، بتروح مبسوطه خالص يعني وفريش. طيب بالنسبه يا دكتور لمريض السكر، هل ممكن يعمل جلسات الاوزون بشكل عادي ولا دي فيها مشكله؟ مريض السكر بيعمل جلسات الأذون، يعني زي ما قلنا الأذون بيجدد الخلايا وبيحسن الـ يعني الدورة الدموية. لا، بيحسن وبيجدد الخلايا نفسها ونشاط الخلية، فبالتالي بيقدر ان احنا المريض السكر بيبقى البنكرياس او عنده مشكلة في الأنسولين، فبيبتدي ان هو يتجدد ويتحسن نسبه الانسولين عنده، افراز الانسولين.
طيب في موانع معينة للأوزون؟ يعني مثلا في حد مثلا ممكن يكون عنده أمراض قلبية ده ما ينفعش يعمل أوزون، في يعني في حالات معينة ما تنفعش تعمل أوزون؟ طبعا يعني الأمراض القلب لدرجة بدرجة معينة، بس دوت بيحتاج احنا برضو في المركز دكتور باطنة هو المختص يقدر يتكلم شكل أحسن مني في المجال دوت. بس يعني زي ما قلت لحضرتك البيشنت بيخش او المريض بيخش يعني بنفحصه جيد جدا لان عشان نتجنب اي مشكله او مفاجاه لا قدر الله. لكن لو حد حامل ممنوع طبعا. يعني طب والجلسات اللي شفناها والاجهزه دي لو حد حامل برضو ممنوع طبعا؟ لكن هي لا ما بتأثرش، يعني ممكن الناس تبقى خايفة ان الأجهزة دي بتعمل مثلا بتوجهها على مناطق معينة فده ممكن يأثر على موضوع الإنجاب، ولا هي ما بتأثرش؟ لا الأجهزة زي ما شفنا في الفيديو احنا بنسلكت بنختار الخلايا الدهنية بس، ملناش دعوة بالأعضاء الداخلية خالص، فهي ما تأثرش أي تأثير سلبي يعني. لا خالص طبعا. بشكرك جدا دكتورة واندا. كان معنا النهاردة دكتورة واندا شوقي استشاري علاج السمنة والعلاج الطبيعي، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة وعضو الجمعية الأوروبية لعلاج السمنة. واستنونا فقرات جديدة في دريم كلينك كل يوم من السبت للخميس الساعة 1 الظهر.